فندم، أنا مضيت على أساس إن ده عميل قديم جدا ودايما بيبعت ناس تستلم فيزا من الشركة. ده عرف يا طارق، مش قانون يعني، كده غلط. والعميل ده بيتهمني أنا بالذات يعني؟ مش معقول، ده احنا شغالين مع بعض من أكتر من 10 سنين. طارق المسألة مش بالعشرة اللي بينكم يا طارق، في غلط حصل، فلوس، في فلوس. هو مش بيتهمك بشكل شخصي، لكن العملية دي كلها انت اللي مسؤول عنها. انا ما بقولش انك غلط، لكن وارد جدا تكون اهملت. عموما انا هحاول اتواصل مع الراجل علشان اقنعه يتنازل عن البلاغ ونحلها بشكل ودي. هو عامل بلاغ؟ طبعا، وهيبقى في تحقيق طبعا. عملت ايه؟ هعمل ايه يعني؟ لسه في تحقيق ونيابة. رايح فين؟ عملت ايه طيب؟ خلاص يا ماني مش قادر، عايز امشي. ما تمشيش دلوقتي يا طارق،